انا وحده من الطالبات المغربيات اللي حالقين في المعابر الحدوديه في اوكرانيا. حنا دابا في المعبر الحدودي اللي كاين ما بين اوكرانيا وانغاريا. كاين عدد كبير من الطلبه، حتى واحد فينا ما قادر يمشي، حتى واحد فينا ما قادر يتحرك من البارح لليوم. بصراحه يلاه تحرك طوبيس واحد هاز 65 طالب مغربي لا غير. المسؤولين وعدونا باننا اون فوا نوصلو غنلقاو لو ترونسبور اللي غيدينا من هنا لبودابست نيشان لي زوتيل ديالنا. جينا في ظروف خايبه، جينا خايفين، جينا محني، جينا واقفين ما نعسينش 3 ايام، واليوم كنوصلو كنوقفو من 6 الصباح للعام كنتسناو في لو ترونسبور. راه كنموتو في البرد عباد الله، واقفين واقفين ملكمتين، كنموتو في البرد عباد الله. عافاكم عافاكم، سمعوا صوتنا. كنرجو من المسؤولين انهم يوفيو بالوعود ديالهم ويصيفطوا لنا لو ترونسبور اللي يوصلنا بامان من هذا المعبر الحدودي الى غايه بودابست. غامرنا بحياتنا وجينا لهنا، ووفيو بوعودكم، نرجوكم. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.